السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بسم الله نقرأ. شيخ محمد تقرأ شيخ ولا نخلي فاطمة تبدأ؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب الشيخ محمد مش قريب من الهاتف. طيب بسم الله تبدأ فاطمة، جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك. إذا تذكرون هو جاب أدلة القول الآخر الذين يقولون بجواز التحايل، وجاءوا بأدلة. طيب فهو يرد عليها واحد واحد. نعم. وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول: إنه لو حلف ليضربنه 10 أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه، وإن علم أنها لم تمسه لم يبر، وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب بأن يجمع له 100 صوت أو 80 ويضرب بها ضربة واحدة. وهذا إنما يجزئ في حق المريض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد: يضرب بعثكال يسقط عنه الحد. واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة عفوا إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من خداج. يعني خداج يعني إيش؟ يعني مريض وضعيف ولا يؤبه به يعني. فهو مخدج يعني مريض ووضعه تعبان. نعم. لو ضربناه 100 قتلناه. فقال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. ففعلوا. وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه. قوله 100 شمراخ ثم ضربوه ضربة واحدة يبين لك إيش معنى العثكال. عثكال هو حزمة تكون في النخل، تعرفون النخلة حينما يتفرع يطلع منها شماريخ، يعني اللي هي الأعواد اللي تحمل الرطب. طيب أصله هذا عثكال، يصير فيه مثلا مجموعة كبيرة من العناقيد التي تخرج في العنب كذلك، يصير أصل الفرع هذا، وبعدين يطلع منه فروع صغيرة. الأصل هذا عثكال. نعم. وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه، فلما لقيها الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك، فقال: إنه الشيطان. ثم حلف لئن شفاه الله تعالى لا يضربنها 100 صوت، فكانت معذورة محسنة في شأنه، ولم يكن في شرعهم كفارة، فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها، فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود. فقد ثبت أن الحدود إذا كان معذورا خفف عنه، أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة، لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان، وإنما قصدت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة. فأتى الله سبحانه نبيه أيوب عليه السلام أن يعامل فأفتى الله سبحانه نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور هذا مع رفقها به وإحسانها إليه. فجمع الله له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة.
أرى موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فلا يعتدى بهما عن محلهما. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكان معذورين لا ذنب لهما، إنه يبر بجمع ذلك في ضربة ب100 شمراخ. قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة ويجب عليه أن يكفر يمينه ولا يعصي الله بالبر في يمينه هاهنا، ولا يحل له أن يبر فيها، بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة، ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا كالحد هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل نحن نقول بالنسبة لليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف على يمين ورأى خيرا منها تركها وكفر صلى الله عليه وسلم. نعم، أما هذا في اليمين، أما في الحد نعم. فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا كالحد هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد والمرض اليسير فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب، كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، أتركها حتى تماثل. فصل. وأما حديث الله يعني عجيب، هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريبة من بيت النبوة وتوها منتهية من نفاس، يعني ما رجع، ومع ذلك وقعت في الزنا. النفوس ضعيفة نعم، ولا في أحد يأمن الفتنة نعم. وأما حديث بلال في شأن التمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم له بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فقال شيخنا ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه. أحدها أن النبي عشان بس تفهموا القصة، لما هو باع التمر القديم بالتمر الجديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي هذا ربا، التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد، طيب فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم يدا بيد، فقال إذا أنت تريد هذا التمر الجيد بيع التمر القديم بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جديد، روح اشتري به التمر الذي تريده نعم. فقالوا هذا حيلة، بس راح باع وكذا حيلة على مو بحيلة نعم. ليش؟ سيبين لك الآن نعم. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب، ونحن نقول كل بيع صحيح يفيد الملك. لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وإن كان بيعا فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومعلوم أن مثل هذا لا تدخل في الحديث، ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا هل هو صحيح أو فاسد وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث، فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة. قلت ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب أو على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث أو على البيع بشرط البراءة وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها، ويقول الشارع قد أطلق الإذن في البيع ولم يقيده. وحقيقة الأمر أن يقال إن الأمر المطلقة بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن لا نسلم له أن هذه الصورة التي تواطأ فيها على ذلك البيع صحيح، اللي هي صورة بيع العينة يعني نعم. الوجه الثاني أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال وابتع بالدراهم جنيبا، والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد،
والقدر المشترك ليس هو ما يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر، ليس هو ما يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمرا بالمميز بحال. نعم، هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عاما لها على سبيل البدل، لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع وهو المطلوب. فقوله بع هذا الثوب لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو، ولا بكذا وكذا، ولا بهذه السوق أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة لا من جهة وجود تلك القيود. إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري، ولا أمره أن يبتاع من غيره، ولا بنقد البلد ولا غيره، ولا بثمن حال أو مؤجل، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ. ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلا، لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها. وقد قال بعض الناس إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة، وهذا غلط بين، فإن اللفظ لا تعرض فيه للقيود بنفي ولا إثبات، ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتثال، وإن كان المأمور به لا يخلو عن واحد منها، ضرورة وقوعه جزئيا مشخصا فذلك من لوازم الواقع، لا أنه مقصود للأمر، وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها من دليل منفصل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بع التمرة بالدراهم، هل أمره أن يبيع التمر بالدراهم حال أو مؤجل؟ يعني خذ الدراهم الآن أو بع أجل؟ ما بين، صح؟ لا ما بين. قال بع التمرة بالدراهم، هل الدراهم المقصود بها نقد، هذا النقد الموجود في هذا البلد أم لا؟ قوله بع، طيب هل هذا مثلا كان بيع التمر، يعني بيع التمر لشخص معين أو بيع التمر لأي شخص، فيشمل المشتري والبائع، يعني يشمل كل أحد، صح ولا لا؟ فهو كان يقول لك أن هذا اللفظ اللي يقول أن القول النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر وابتع بالدراهم، بيع التمر بالدراهم، يقول هذا أمر مطلق، ما تقدر تحط هذه القيود. هل هو يشملها كلها؟ لا طبعا. هل يشمل بعضها؟ ضرورة، أنه إما مؤقت وإما يعني مؤجل وإما حال. فهو يقول لك أن هذا اللفظ عام، نعم كل الذي يريد يقوله، بس يعيد يعني الموضوع. وقد خرج هذا الجواب عن قول من قال لو كان الابتياع من المشتري حراما لنهى عنه، فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء، وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع الثمن جيدا، ولم يتعرض بالثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا. نعم. يعني يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا. ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه، فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط، وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على جواز أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وعلى حل ما اختلف فيه من الأشربة ونحو ذلك، فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح، بل هو من أبطل الاستدلال، إذ لا تعرض لللفظ لذلك، ولا أريد به تحليل مأكول ومشروب، وإنما أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه. لو قال واحد أن هذه الآية عامة وكلوا واشربوا، أي تشمل كل شيء أو مطلقة، تشمل كل أنواع المأكولات والمشروبات، فحينئذ لا، هذا ما يقولك، هذا يدل على أن ذي الناب من السباع والمخلب من الطير يجوز،
لا ما هذا هذا جاء في دليل خاص. نعم. وكذلك من استدل بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم على جواز نكاح الزانية قبل التوبة وصحة نكاح المحلل وصحة نكاح الخامسة في عدة الرابعة أو نكاح المتعة أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة كان استدلاله باطلا. وكذلك من استدل بقوله تعالى وأحل الله البيع على حل بيع الكلب أو غيره مما اختلف فيه فاستدلاله باطل، فإن الآية لم يرد بها بيان ذلك، وإنما أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع، وأنه سبحانه حرم هذا وأباح هذا، فأما أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شيء فهذا غير صحيح، وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا على حل كل مأكول ومشروب، وبمنزلة الاستدلال بقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج على حل الأنكحة المختلف فيها، وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن على جواز جمع الثلاث ونفوذه وعلى صحة الطلاق المكره والسكران، جمع وبمنزلة الثلاث يعني جمع الثلاث طلقات. نعم. وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن على صحة النكاح بلا ولي أو بلا شهود وغير ذلك من الصور المختلف فيها، وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء على حل كل نكاح اختلف فيه فيستدل به على صحة نكاح المتعة والمحلل والشغار والنكاح بلا ولي وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها ونكاح الزانية والنكاح المنفي فيه المهر وغير ذلك، وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. ومن العجب أن ينكر من يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا أعسر بالنفقة وكان لها ما تنفق منه فإنها وارثة له، وهذا أصح من تلك الاستدلالات، فإنه استدلال بعام لفظا ومعنى قد علق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم، وتلك مطلقة لا عموم فيها مطلقة لفظا وتلك مطلقة لا عموم فيها لفظا ولا معنى، ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها. كيف تفرق بين اللفظ العام واللفظ المطلق؟ يعني طبعا في أشياء كثيرة بس كذا شيء بسيط يعني ما تمشي في كل الأحوال لكنها غالبا. طيب اللفظ العام يركب معه كل، واللفظ المطلق تركب معه كلمة أي. طيب أي فمثلا كلوا واشربوا، كلوا أي أكل، مش كلوا كل أكل، ما تمشي كلوا كل طعام، لا كلوا أي شيء تريدونه، أي طعام تريدون، واضح؟ ما هو بلفظ عام، لفظ مطلق. ومعنى كلوا واشربوا يعني كلوا واشربوا كل الأكل وكل الشرب، لا يعني أي شرب تريدون وأي أكل تريدون، واضح؟ وعلى الوارث وعلى كل وارث مثل ذلك، واضح؟ يعني بهذا تفهم الفرق بين الإطلاق والعموم. اذبحوا بقرة، أي بقرة، مش اذبحوا بقرة يذبحوا كل بقرة. Can you, are you able to give the English, like what, I'm not sure what the difference between am and mutlaq is. Did you understand what I just said? I understood it, but for some reason it's not, I'm not sure why the one is called am. Am is general that apply to every single person in that generality. لما نقول مثلا مثلا من يأكل لحم الإبل يتوضأ،
إذن كل شخص يأكل لحم الإبل يتوضأ. That general statement applies to every single person. طيب. But الإطلاق is one of this one of them, not all of them. اذبحوا بقرة يعني kill one of the cow versus اذبحوا البقر kill all the cows. Okay. Clear? Yeah, clear, Sheikh. Exactly. إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا لا يدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه، فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال هذه الصورة غالبة، بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة أو حيث يقصد أو ينادي عليه، وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون. ومثل هذا إذا قال الرجل فيه لوكيله بع هذا القطن واشتري بثمنه ثياب قطن، أو بع هذه الحنطة العتيقة واشتري بثمنها جديدة، لا يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري بعينه، بل يشتري من حيث وجد غرضه، ووجد ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك، فهل لا نهاه عن تلك الصورة وإن لم يدخل في لفظه؟ فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. قيل إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها ولا الإذن فيها كما تقدم بيانه، فحكمها إذن إذنا ومنعا يستفاد من مواضع آخر من مواضع أخر، فغاية هذا اللفظ أو من مواضع آخر يعني من موضع آخر أصلح فغايتها من موضع آخر أو مواضع أخر واحدة منها. نعم. فغاية هذا اللفظ أن يكون قد سكت عنها، فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة. نعم. الوجه الثالث أن قوله بع الجمع بالدراهم إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا، بخلاف البيع الذي لا يقصد، فإنه لو قال بع هذا الثوب أو بعت هذا الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل ولا بيع التلجئة، وإنما يفهم منه البيع الذي يقصد به نقل ملك العوض، فقد تقدم تقرير هذا. يوضحه أن مثل هذين قد يتراوضان أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا، ثم يجعلان الدراهم محللا غير مقصوده، والمقصود إنما هو بيع صاع بصاعين، ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذا فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. الوجه الرابع يعني لو احتال هذون وقالوا طيب بع التمر بالدرصة، هبيع التمر القديم بهذا، وأنا قصدي أصلا هذا الصاع بصاعين بس حطيت الدرصة، نفس الفكرة حرام. نعم. الوجه الرابع إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، ومتى تواطأ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعه، فلا يكون داخلا في الحديث، إذ المنهي عنه لا يتناوله المأذون فيه. يبين ذلك الوجه الخامس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وهذا يقتضي بيعاً ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى وطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفق على العقدين معاً، فلا يكون داخلاً في حديث الإذن بل في حديث النهى النهي وهو بيعتين في بيعة. نعم. الوجه السادس أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظياً فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه، فتضعف دلالته وتخص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص، فإخراجها من العموم أسهل الأشياء، وبالله التوفيق. فصل. وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله تعالى
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها، فإن المتبايعين يديران السلعة بينهما، فإن الله سبحانه قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده ونصبها إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة، ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود، وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا الرهن حفظا لأموالهم وتخلصا من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان، ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. قال يعني الآن أبيعك وتشتري الآن، نعم تملكني هذا وأعطيك مالك الآن، نعم. والمراد بالتجارة الدائرة البيعات التي تقع غالبا بين الناس، ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا أهل التفسير ولا أئمة الفقهاء منها المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين، بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الربا، ولا ريب أن دخلوا في تلك النصوص أن دخولها في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية، ومما يدل عليه أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لا تكون في الغالب إلا مع أجل، بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل، وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب خشية الجحود، والله سبحانه قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فاستثنى هذا من قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه المعاملة الربوية قد اتفق فيها على التداين إلى أجل مسمى، واتفق فيها على 100 بـ130 ونحو ذلك، فأين هي من التجارة الحاضرة التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا؟ فالتجارة في كلام الله ورسوله ولغة العرب وعرف الناس إنما تنصرف إلى البيعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمن، وأما ما تواطأ فيه على الربا المحض ثم أظهر بيعا غير مقصود لهما البتة يتوسلان به إلى أن يعطيه 100 حالة بـ120 مؤجلة، فهذا ليس من التجارة المأذون فيها بل من الربا المنهي عنه، والله أعلم. فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل فما أبطله من استدلال، فإن المعاريض التي يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب إلى الحيل التي يسقط فيها ما فرض الله تعالى ويستحل بها ما حرم الله، فالمعرض تكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه وبين الله تعالى، لا سيما إذا لم ينوي باللفظ خلاف ظاهره في نفسه، وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ، ومعاريض النبي صلى الله عليه وسلم ومزاحه عامته كان من هذا الباب، كقوله: نحن من ماء، وإنا حاملوك على ولد الناقة، وزوجك الذي في عينه بياض، ولا يدخل الجنة عجوز، وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. فالمعرض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه ومثبتا له في الجملة، فهو لو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام، فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والفرد والمشترك والمتباين والمترادف، وتختلف دلالته تارة بحسب اللفظ المفرد وتارة بحسب التأليف، فأين هذا من الحيل التي يقصد بالعقد فيها ما لم يشرع العقد له أصلا، ولا هو مقتضاه ولا موجبه شرعا ولا حقيقة. وفرق ثاني وهو في أحد يريد يقرأ؟ هل هناك من يريد أن يقرأ؟ شمعنا تأبهز. هل عندنا قارئ؟ طيب أقرأ أنا شمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرق ثان وهو أن المعرض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرما، بخلاف المحتال فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرما باطلا، فإن المرابي بالحيلة لو قال: بعتك 100 حالة بـ120 إلى سنة كان حراما باطلا،
وذلك عين مقصوده ومقصود الآخر. وكذلك المقرض لو قال أقرضتك ألفا على أن تعيدها إلي ومعها زيادة كذا وكذا كان حراما باطلا، وذلك نفس مقصوده. وكذلك المحلل لو قال تزوجتها على أن أحلها للمطلق ثلاثا، والمعرض لو صرح بمقصوده لم يكن حراما فإن أحدهما من الآخر. وفرق ثالث وهو أن المعرض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه، والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله ولا جعل مقتضيا له لا شرعا ولا عرفا ولا حقيقة. وفرق رابع وهو أن المعرض مقصوده صحيح ووسيلته جائزة، فلا حجر عليه في مقصوده ولا في توسله إلى مقصوده، بخلاف المحتال فإن قصده أمر محرم ووسيلته باطلة كما تقدم تقريره. وفرق خامس وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه في شيء، وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له على ذلك، ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز المحق. فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحا إلا عند الحاجة، وما لم يكن كذلك كان جائزا إلا عند تضمن مفسدة. والذي يدخل في الحيل المذمومة إنما هو الأول، فالمعرض قاصد لدفع الشر، والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق. والتعريض كما يكون بالقول يكون بالفعل، كما يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إلى تلك الناحية ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه، ومثل أن يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه، ومثل أن يظهر ضعفا وعجزا يتخلص به من تسخيره وأذاه ونحو ذلك. وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا، كما قال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، يعني في الولد التي خاصمت فيه الأم وامرأة الأخرى، امرأتان كل واحد يقول هذا أمي. وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع، وبإظهار النوم وإظهار الشفاء وإظهار الغناء، بحيث يحسبه الجاهل غنية. وكما يقع الإجمال في الأقوال فكذلك يقع في الأفعال، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حلة من حرير، فلما لبسها أنكر عليه وقال: لم أعطكها لتلبسها، فكساها أخا له مشركا بمكة. فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة وفي الأفعال تارة وفيهما معا تارة. ومن أنواع التعريض أن يتكلم المتكلم بكلام حق يقصد به حقيقته وظاهره، ويوهم السمع نسبته إلى غير قائله ليقبله ولا يرده عليه، أو ليتخلص به من شره وظلمه، كما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه امرأته تلك الأبيات وأوهمها أنه يقرأ القرآن فتخلص من ذلك من شرها. وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حق صحيح ولكن لا يقبل منه لكونه هو أو من لا يحسن به الظن قائله، فإذا عرض للمخاطب بنسبة الكلام إلى معظم يقبله منه كان من أحسن التعريض، كما علمه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه حين شكوا إليه: إنا نقول لهم قال أبو حنيفة، فيبادرون بالإنكار، فقال: قولوا لهم المسألة، فإذا استحسنوها وقعت منهم بموقع فقولوا: هذا قول أبي حنيفة. وكما يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثير. وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علم نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره، فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حجة لهم في هذا الباب وليس كما زعموا، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل، فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجوزها شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتج المحتج بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ والله سبحانه إنما سوغ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاء لإخوته وعقوبة لهم على ما فعلوا به، ونصرا له عليهم، وتصديقا لرؤياه، ورفعة لدرجته ودرجة أبيه، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. وبعد، ففي قصته مع إخوته ضروب من الحيال المستحسنة، أحدها قوله لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم. وقد ذكروا في ذلك معاني، منها أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها، ومنها أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم، ومنها أنه رأى لؤما أخذ الثمن منهم، ومنها أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى له بالعود. وقد قيل إنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى الرجعة ليردوها إليه، فهذا المحتال به عمل صالح، والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه، وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله، وهو مقصود صالح. وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها منفعة لهم ولأبيهم وله، وتمام لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء. وأيضا فلو عرفهم نفسه في أول أمره في أول مرة لم يقع الاجتماع بهم وبأبيه ذلك الموقع العظيم، ولم يحل ذلك المحل. وهذه عادة الله سبحانه في الغايات العظيمة الحميدة، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ له أسبابا من المحن والبلايا والمشاق، فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف والحساب والصراط ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. وكما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج، ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاس ما عدا الله ما قاسا، وكذلك ما فعله برسله كنوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب على نبينا وعليهم السلام، فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليها. وكما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله السبب. وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة وحفها بالمكاره، والنار وحفها بالشهوات. فصل. ومنها أنه لما جهزهم في المرة الثانية بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهذا القدر يتضمن اتهام أخيه بأنه سارق. وقد قيل إنه كان بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك، والحق كان له وقد أذن فيه وطابت نفسه به. ودل على ذلك قوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فهذا يدل على أنه عرف أخاه نفسه. وقد قيل إنه لم يصرح له بأنه يوسف، وإنما أراد بقوله إنني أنا أخوك أي أنا مكان أخيك المفقود. ومن قال هذا قال إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعر بذلك. والقرآن يدل على خلاف هذا، والعدل يرده، وأكثر أهل التفسير على خلافه. ومن لطيف الكيد في ذلك أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر إخوته أنه حق وعدل، ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجور، ولم يكن له طريق في دين الملك ليأخذه بها، فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنه ليس من ظالما، فوضع الصواع في رحل أخيه بمعطاة منه له على ذلك. ولهذا قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ومن لطيف الكيد أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده، بل أمهلهم حتى جهزهم بجهازهم وخرجوا من البلد، ثم أرسل في آثارهم لذلك. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا، ثم أجلسوا، ثم ناداهم مناد: أيتها العير إنكم لسارقون. فوقفوا وانتهى إليهم رسوله فقال لهم: فيما تذكرون؟ ألم نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم ونحسن منزلتكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بلى. وما ذاك؟
قال إنكم لسارقون. وعن السدي فلما ارتحلوا أذن مؤذن أيتها العير، والسياق يقتضي ذلك، إذ لو كان هذا وهم بحضرته لم يحتج إلى الأذان، وإنما يكون الأذان نداء لبعيد يطلب وقوفه وحبسه. فكان في هذا من لطيف الكيد أنه أبعد من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقة، وأنه لا يشعر بما فقد له. فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا وفصلوا عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه، فالتمسه فلم يجده، فسأل عنه الحاضرين فلم يجدوه، فأرسلوا في إثر القوم. فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه، بل كلما ازدادوا بعدا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. ومن لطيف الكي أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع يسمعه جميعهم، ولم يقل لواحد منهم إعلاما بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر ولم يبق به خفاء، وأنتم قد اشتهرتم بأخذه ولم يتهم به سواكم. ومن لطيف الكيد أن المؤذن قال إنكم لسارقون ولم يعين المسروق حتى سألهم عن القوم، فقالوا لهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. فاستقر عند القوم أن الصواع هو المتهم به وأنهم لم يفقدوا غيره، فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره، وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده. هذا من لطيف الكيد. ومن لطيف الكيد قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم ووجد معه، أي ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فأخذوهم بما حكموا به على أنفسهم لا بحكم الملك بالملك وقومه. ومن لطيف الكيد أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معه، تطمينا لهم وبعدا عن تهمة المواطأة، فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا وما يدريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا، وما هذا إلا بمواطأة وموافقة. فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولا، فلما لم يجده فيها هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع، وقال ما أراكم سارقين وما أظن هذا أيضا أخذ شيئا، فقالوا لا والله لا ندعكم حتى تفتشوا متاعه، فإنه أطيب لقلوبكم وأظهر لبراءتنا. فلما ألحوا عليهم بذلك فتشوا متاعه فاستخرجوا منه الصواع، وهذا من أحسن الكيد. فلهذا قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يتوصل به إلى طاعة الله ورسوله ونصرة المحق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد. وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين، أحدهما أنه من باب المعاريض، وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه وخانوه فيها. والخائن يسمى سارقا وهو من الاستعمال المشهور. الثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام، قال القاضي أبو يعلى وغيره أمر يوسف على أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه، ثم قال بعض الموكلين به لما فقده ولم يدر من أخذه أيتها العير إنكم لسارقون، على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك. ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي هؤلاء قد سرقوا وعنى سرقته من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع وصدق في قوله إنكم لسارقون، فلما أخبره به يوسف وصدق في قوله نفقد صواع الملك، وتأمل قوله إنكم لسارقون ولم يقل صواع الملك، ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قالوا نفقد صواع الملك وهو صادق في ذلك، فحذف المفعول في قوله لسارقون وذكره في قوله نفقد صواع الملك. وكذلك قال يوسف، يعني ما قال إنكم لسارقون صواع الملك،
يصبح هذا كذب، لأن ليس كلهم سارقون لسواع الملك، لكن قال سارقون. لكن لما جاء قال نفقد صواع الملك، ما قال سرقتم صواع الملك، لأنه ما سرق، كان نفقده يعني هو مفقود، لأنه وضع بالعنية، حتى ما يكون الكلام فيه نوع من الكذب لكن تعريض. وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيه، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق، فإن المتاع كان موجودا عنده ولم يكن سارقا، وهذا من أحسن المعاريض. وقد قال نصر بن حاجب سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه، أيأثم في ذلك؟ فقال ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام، ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه. فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خيرا من أن يصلح بين الناس بعضهم في بعض، وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهية أذى المؤمنين، وعندما على ما كان منه يدفع شره عن نفسه ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعا في شيء يصيب منهم، فإنه لم يرخص في ذلك، ورخص له إذا ذكرها موجودتهم وخاف عداوتهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه. وقال سفيان وقال الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض، أراد معنا شيء ولم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين. قال إبراهيم عليه السلام إني سقيم. وقال بل فعله كبيرهم هذا. وقال يوسف وإنكم لسارقون، أراد بمعنى أخيهم. فبين سفيان أن هذا كله من المعارض المباحة مع تسميته كذبا وإن لم يكن في الحقيقة كذبا. وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. قال شيخنا رحمه الله وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف عليه السلام لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضا، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم كان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذي أبيهم وللميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق بقوله إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم. ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وإن كان في ضمن ما فعل من تأذى به أعظم من أذى إخوته، فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة، وتبلغ حكمة الله تعالى القدرة التي قدرها وقضاها نهايتها وتبلغ حكمة الله تعالى التي قدرها وقضاها نهايتها. ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس هذا بموضع خلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب مثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل له أن يخونه كما خانه أو يسرقه كما سرقه، ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. نعم لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة، مع أنه لا شبهة له أيضا على هذا التقدير، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق. ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان في هذا ابتلاء من الله تعالى، لذلك المعتقل كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، ويكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام. وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسيء، وذلك غاية
عدلي والحق كقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله الله يستهزئ بهم، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن، وإن كان من العبد قبيحا سيئا، لأن ظالم فيهم وموقعه بما لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحقه، سواء قيل إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوا، أو قيل إنه حقيقة، وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود، واللفظ حقيقة في هذا وهذا، كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا عليه الكلام في كتاب الصرائق. وإذا عرف هذا وإذا عرف ذلك فيوصف صلوات الله وسلامه عليه كيد من وجوه عديدة، أولها وأحدها إن إخوته كادوه حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه، كما قال له يعقوب صلوات الله وسلامه عليه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وثانيها أنهم كادوه حيث باعوه بيع العبيد وقالوا إنه غلام لنا أبق، وثالثها كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب ودعائه إلى نفسها، ورابعها كيدها له بقوله ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. هذه أنواع الكيد التي حصلت ليوسف، فكادته بالمراودة أولا، وكادته بالكذب عليه ثانيا، ولهذا قال لها الشاهد لما تبين له براءة يوسف عليه السلام إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وخامسها كيدها له حيث جمعت له النسوة وأخرجته عليهن تستعين بهن عليه وتستعذر إليهن من شغفها به. وسادسها كيد النسوة له حتى استجار بالله تعالى من كيدهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ولهذا لما جاءه الرسول بالخروج من السجن قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فإن قيل فما كان مكر النسوة التي مكرن به وسمعت به امرأة العزيز، فإن الله لم يقصه في كتابه، قيل بل أشار إليه بقوله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر، شوف سيأتي لك بشيء ما أظن تقرأه في غير هذا الكتاب. أحدها قولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ولم يسموها باسمها بل ذكروها بالوصف الذي ينادى عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل زوج يعني، فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها. الثاني أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها، تريد أنها عبد وهي زوجة الملك. الثالث أن الذي هم بها مملوك لا حر، وذلك أبلغ في القبح. الرابع أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها فحكمه حكم أهل البيت بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد يعني ولدها. الخامس راودته عن نفسها أن هي المراودة الطالبة. السادس أنه قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها إلى شغاف قلبها شغفها حبها. السابع أنه في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوفى حيث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء، وهذا غاية الذم لها. تراود قد إن شغفها حب. الثامن أنهن أتين بفعل المراودة تراود بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا، وأن هذا شأنها، ولم يقل راودت فتاها مرة مثلا وخلصت، لا. وفرق بين قولك فلان أضاف ضيفا وفلان يقري الضيف،
ويطعم الطعام ويحمل الكلب، فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. التاسع قولهن: إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح، فنسبنا الاستقباح إليهن، ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى، ولا يكدن يرين ذلك قبيحا، كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك، فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور، وأنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا يحسن معاونتها عليه. يعني حينما تعلمك الشرف العاهرة، العاهرة حينما تعلم الناس الشرف، معناها القضية يعني في غاية السوء والانفضاح، يعني هم معها على البلاء والخنا، ومع ذلك قالوا أنت في ضلال مبين. العاشر: أنهن جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها. أما العشق فقولهن قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. وأما الطلب المفرط فقولهن تراود فتاها، والمراودة الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق وشدة الحرص على الفاحشة. فلما سمعت بهذا المكر منهن هيأت لهن مكرا أبلغ منه، فهيأت لهن متكأ، ثم أرسلت إليهن فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السلام عنهن. وقيل إنها جملته وألبسته أحسن ما تقدر عليه، وأخرجته عليهن فجأة، فلم يرهن إلا وأحسن خلق الله وأجمله قد طلع عليهن بغتة، فراعهن ذلك المنظر البهي، وفي أيديهن مدا سكاكين، يعني يقطعن بها ما يأكلنه، فدهشن حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعر. وقد قيل إنهن أبن أيديهن، يعني قطعوها حتى انفصلت تماما، يقول والظاهر خلاف ذلك، وإنما تقطيعهن أيديهن جرحها وشقها بالمدي لدهشهن بما رأينا. فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي، وكانت هذه في النساء غاية في المكر. والمقصود أن الله سبحانه، شوف كيف هؤلاء أمكر خلق الله، يعني تتأمل كذا كمية المكر في هذا الكلام، كيف التخطيط وكيف المكر الذي عنده، جعل الله هؤلاء الماكرات يكدن ليوسف، لتعظم عندك أو تفهم عظم الكيد الذي حصل ليوسف. والمقصود أن الله سبحانه كان ليوسف عليه السلام بأن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره، وكان له بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الذل والخضوع له في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد، وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم له، حذرا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشية ذلك، فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رأوه في المنام. وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، خشيت أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه، فكاده الله سبحانه بأن أخرج له هذا المولود ورباه في بيته وفي حجره حتى وقع به منه ما كان يحذره، كما قيل: وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. يا سلام، نحوه تتوجه. معلش سنطيل عليكم شوي، سنقرأ إلى أن تنتهي هذا الفصل، بذلي صفحتين أو ثلاث أو أربع. وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: أحدهما يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا محضا ليس من باب الشر، كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات، وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف أكثر مما قدر عليه أن ألقى الصواع في رحل أخيه،
وأرسل مؤذنا يؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما أنكروا قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه استعباد المسروق ما له للسارق، إما مطلقا وإما إلى مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام، حتى قيل إن مثل هذا كان مشروعا في أول الإسلام، أن المدينة إذا أعصر بالدين استرقه صاحب الحق، وعليه حمل حديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم سراقا. وقد قيل بل كان بيعه إياه إجاره لمن يستعمله وقضاء دينه بإجرته، وعلى هذا فليس بمنسوخ. وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله أن المفلس إذا بقيت عليه ديون له صنعة أجبر على إجارة نفسه أو آجره الحاكم وفى دينه من إجرته. وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قوله من وجد في رحله فهو جزاؤه، كيدا من الله تعالى ليوسف عليه السلام أجره على ألسن إخوته، وذلك خارج عن قدرته. وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا. كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة. وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم. وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين، فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيره. فلذلك قال سبحانه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان يمكنه أخذه في دين الملك مصر إلا أنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. وقوله إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر، ويجوز أن يكون متصلا، والمعنى إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة. وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود، وإن لم تقم بينة ولم يحصل إقرار فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك في مواضع، منها اللوث في القسامة، والصحيح أنه يقاد بها كما دل عليه النص الصريح، ومنها حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقيء، ومنها حد عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبل وجعله قسيم الاعتراف والشهادة. فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه. فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا كيف يأخذه بغير بينة ولا إقراء. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام، لو الطرق الحكمية الذي يظهر. والمقصود أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة، فضلا عن الحجة لأرباب الحيل، فإنما تكلمنا في الحيل التي تفعلها العبد وحكمها في الإباحة والتحريم، لا فيما يكيد الله سبحانه لعبده، بل في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله تعالى لابد أن يكيده، وأنه لابد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. ده معنى جميل. فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده. النوع الثاني أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يصل إلى المقصود الحسن، فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما فعل، وهو من كيده سبحانه أيضا، فيكون قد كاد له نوعي الكيد، ولهذا قال سبحانه استخرجها من وعاء أخيه. ومن ذلك تنبيهنا على أن العلم الدقيق بلطيف الخير الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله من نصر دينه وكسر أعدائه ونصرة المحق وقمع المبطل صفة مدح يرفع الله بها درجة العبد، كما أن العبد الذي يخصم به المبطل ويدحض حجته وصفة مدح يرفع الله بها درجة عبده، كما قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ومناظرته قومه وكسر حجتهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، ولكن ليس هو الكيد الذي تستحل به المحرمات وتسقط به الواجبات، فإن هذا كيد الله تعالى ودينه، فالله سبحانه ودينه هو المكيد في هذا القسم، فمحال أن يشرع الله هذا النوع من الكيد. وأيضا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي، ومحال أن يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله لذلك الفعل له. ولذلك وأيضا فإن الأمر المشروع هو عام لا يختص به شخص دون شخص، فالشيء إذا كان مباحا لشخص كان مباحا لكل من كان حاله مثل حاله، فمن احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة
لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة لا بفهمها ولا بعلمها، وإنما خاصية الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراجها تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره. والله سبحانه إنما كان ليوسف عليه السلام كيدا خاصا به جزاء له على صبره وإحسانه، وذكره في معرض المنة عليه. وهذه الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله له إذا تأملها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين، أحدهما إلهام الله سبحانه له فعلا كان مباحا له أن يفعله، والثاني فعل من الله سبحانه به خارج عن مقدور العبد. وكلا النوعين مباين للحيل المحرمة التي يحتال بها على إسقاط الواجبات وإباحة المحرمات. ولعلك تقول قد أطلت الكلام في هذا الفصل جدا، وقد كان يكفي الإشارة إليه، فيقال بل الأمر أعظم مما ذكرنا، وهو بالإطالة أجدر، فإن بلاء الإسلام ومحنته العظيمة ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين، أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العمليات، وأهل التحرير في والسفسطة والقرمطة في العلميات. لهم أهل إيش؟ البدع. القرمطة من أتباع القرامطة، أهل الباطنية اللي يقول نصوص لها ظواهر وبعض. إذن الدين فساده جاء من اثنين، أهل المكر والمخادع في العمليات يعني في المسائل الفقهية والأحكام الفقهية والشرائع، وأهل التحريف والسفسطة والقرمطة في العلميات اللي هو التحريف في العقائد، لأن الدين عقائد وفقه. فكل فساد في الدين بل والدنيا فمنشأه من هاتين الطائفتين. وبالتأويل الباطل قتل عثمان رضي الله عنه، وعاثت الأمة في دمائها، وكفر بعضها بعضا، وتفرقت على 70 فرقة. فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرى، واستولت الطائفتان وقويت شوكتهما، وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكروا عليه، يعني طائفة إيش؟ الاحتيال في العمليات والقرمطة في العلميات، هؤلاء الطائفتين قويت شوكتهما. ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه ويبين أعلامه وحقائقه لكي لا تبطل حجج الله وبيناته على عباده. فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان مكائد الشيطان ومصايده. أوف، الحمد لله على السلامة. بكل هذا الاستقصاء يعني 300 صفحة أو قريبا منها استطراد في موضوع الحيل، لكن هو يقول يحتاج الموضوع، كما أنه قد أطال الكلام في مصنفاته عن مسائل العقيدة والتحريف في العقائد، يقول كان من المهم أن يستفصل ويسترسل في الكلام عن التحريف في العمليات أيضا، والمسائل الفقهية وأهل الحيل والمكر والمخادعة. رحمه الله تعالى، هو صاحب نفس طويل في الكلام ويأتي بوجوه متعددة رحمه الله تعالى. من الآن خلاص نمشي الموضوع الحيل، سيدخل الآن في موضوع رائع جدا ومهم حقيقة، وهو مهم في زماننا هذا، وهو موضوع الافتتان بالصور. طيب، وفي زماننا هذا الصورة هي من أعظم ما يعني عظم في هذا الزمان، الصور المحرمة والافتتان بالصور والأشخاص وكذا. اليوم أصبح الإعلام كله على الأشكال والأشخاص وتعظيمها، يعني يمكن أن تقارن ما نحن اليوم بما كان في زمانه رحمه الله. طيب، ولذلك يعني أحرصكم على العناية بما سيأتي من الأبواب القادمة، فإنها حقيقة مهمة جدا وفيها فوائد لنا في زماننا هذا كثيرة. وقد أطال أيضا رحمه الله الكلام عن فتنة الصور وما يتعلق بها. طيب، و يعني دخل في فتنة الشهوات بعد ذلك، والمحبة المحرمة والعشق وما شابه ذلك. إن شاء الله يعني تستمتعون بما بقي من الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. اليوم ما راح يكون في قراءة، أظن سلمان مو معنا الليلة، وهو الذي عنده الكتاب، لنقرأ من كتاب الشيخ حاتم. احنا قرأنا أنا وياه أمس شوي، لكن إن شاء الله إذا في أحد تعليق عنده شيء أو ننتهي إن شاء الله.
وفيكم بوركتم. طيب يلا، السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.